تأهيل أصحاب الهمم سلسلة متكاملة، ليست محصورة بجهة معينة، فالأسرة لها دور، وهناك دور للمجتمع، وأيضاً لمراكز التأهيل دور آخر، والتي تقع عليها مهمة الإقناع والعلاج وتقديم الدعم والتأهيل للدمج في المجتمع. مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تقدم دعماً متميزاً لأصحاب الهمم عبر الأنشطة المتنوعة والبرامج التعليمية وأيضاً الرعاية الصحية. فلنتابع. للحديث أكثر عن موضوع اليوم نرحب بالأستاذة مريم الفارسي، وهي مسؤولة الخدمة الاجتماعية بمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. حياك الله ويانا أستاذة مريم. الله يحييك وشكرا للاستضافة، ونحن سعيدين بتواجدك ويانا. ونبدأ بالسؤال الأول، وهي شو أهم المعايير اللي يجب أن تتوافر في مراكز تأهيل أصحاب الهمم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من أهم المعايير اللي نحن راح نتكلم عن المراكز بشكل عام، أهم المعايير هي توفير الخدمات الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتطابق مع أفضل وأحدث الممارسات. عندنا معايير الأمن والسلامة، وتكون على مستوى عالي من الأمن. عندنا معايير إمكانية الوصول وسهولة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، معايير لحماية حقوق المستفيدين أيضا. نعم. من الأشخاص ذوي الإعاقة والأسرة. بالنسبة للمعايير هي كثيرة، فنحن نلخصها في أيضا بعد عندنا معايير الحفاظ على سرية وأمن البيانات والمعلومات، سواء للمستفيدين أو الأسر أو القضايا الموجودة في المراكز هذه. جميل جدا أستاذة مريم، وأنا شفت في التقرير مدى يعني الرعاية والاهتمام من قبل الموظفين الموجودين لأصحاب الهمم. لكن فشو الصفات التي يجب توافرها في موظفي مراكز تأهيل؟ في صفات عديدة منلخصها في عندنا أول شيء تحمل المسؤولية. نعم. عندنا الصبر، المرونة، التعامل والإرشاد والنصح، الدعم. هذه الأمور يعني كلها لازم تتوافر في الموظف اللي يتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة. خبرينا أستاذة مريم، شو دور مراكز التأهيل في بناء مهارات وقدرات أصحاب الهمم؟ دورهم هم، إذا بنتكلم عن دور هذه المراكز، هي جزء من العملية التعليمية والتدريبية والتأهيلية. نعم. والأسرة أيضا هي المكمل لهذه العملية، فدورها أساسي في مناصرة واحتوائهم وتمكينهم في المجتمع من خلال البرامج اللي نقدمها، برامج التدخل المبكر، برامج الإعاقات السمعية، الذهنية، البصرية، يعني مختلف الإعاقات. فهذه البرامج هي اللي تأهل وتدرب الطفل من ذوي الإعاقة. نعم. إنه يعتمد على نفسه ويكون مستقل في حياته، وطبعا هذه ما تكتمل إلا بدور الأسرة تكون مكمل معه. صحيح. العملية التعليمية والتدريبية. أستاذة مريم، خبرينا أمثلة عن هذه البرامج يعني والنشاطات. عندنا أنشطة كثيرة، أنشطة مجتمعية، وفي فعاليات كثيرة تقدمها المؤسسات بشكل عام، وبالأخص مدينة شارقة للخدمات الإنسانية. دائما نحن مركزين على الدعم المجتمعي. الدمج المجتمعي متوفر عندنا في من خلال الرحلات اللي نقدمها للطلبة اللي موجودين عندنا، سواء الأطفال من ضمن
مراكز تدخل مبكر وايضا الاعمار الكبيره. نحن نخدم جميع الفئات يعني من الولاده لحد 25 وكل الاعاقات. ايضا الانشطه والفعاليات اللي نقيمها في المؤسسه وخارج المؤسسه، منها المخيمات الصيفيه عندنا مخيم الامل، هذه من المخيمات الكبيره والفعاليات الكبيره اللي نقدمها في المؤسسه. جميل جدا، وشكرا استاذة مريم على وقتك ويانا، وشكرا على الحديث، ونتمنى ان نشوفك ايضا في حلقات قادمه وفي فقرات اخرى جديده ان شاء الله باذن الله. شكرا استاذة مريم، ومستمرين معكم مشاهدينا ولكن بعد الفاصل.